سلام البنات، جي صباحكم راكم كامل بخير وعلى خير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. قبل ما نبداو في الفيديو تاعنا ما تنساوش الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. اي تفسير خليوه لي تحت في التعليقات. اما بالنسبه للبنات الجدد فنقول لكم مرحبا بكم حبيباتي، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكمل لمتنا وتكبر عائلتنا. ما تنساونيش بجام وكومونتير وبارطاجيو لا فيديو مع صحباتكم. اليوم كيما راكم تشوفوا رانا في لاسيتي بوزيد وين ديغريساج غورمات. راح نديكم معايا الحانوت. السلام عليكم، مساء الخير اخويا، لاباس؟ وشبالك؟ صافا بصحتك؟ شفت لابلاك هذيك تاع صولد بيك طلعت لنا شويه حوايج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كل المتابعين. شوفي اسم المحل تاعنا نبداو به، مملكة الكاهنة للبلاكيور. باج فيسبوك نفس بالاسم تاع مملكة الكاهنة للبلاكيور. ونرى باج فيسبوك هذه الباج تاع المحل، باج اوفيسيال. السلع اللي نعرضوها هي مجوهرات غير ثمينه، بلاكيور معروفه بالبلاكيور، وعندنا التيتانيوم ولا اللي هو معروف بالاسي. اوكي، المجوهرات تختلف. نبداو بالمجوهرات يعني تاع كل يوم اللي تلبسوها للدور. مثلا عندنا هذا لي بوك اللي راكي تشوفوا فيهم، عندنا سناسل سامبل، عندنا ديباك سامبل. هذه الحوايج اللي تقدر المراه ولا البنت تلبسهم كل يوم دوما. يعني لي مارك اللي نخدموهم هما دي مارك يخدموا حاجه غارونتي، مثل اكس بينغ هذه راهي ميور مارك في البلاكيور. وكاين دي مارك كيما الاكس دي كيما الاف ايغريك اللي شام سامبل هاوليك من هاي. هذا السلاسل تقدري تلبسيهم كل يوم، تدوشي بها تحملي ما تفسخوش نورمال، ما تفسخش لانها مطبوعه وفي لا مارك طابعتها هو في لا مارك اكس بينغ اللي هي كما قلت ميور ماركين. هذا ثاني هنا هذا كل واحد تشوفوا لي موتيف يختلفوا وما نفس الناس اللي يختلفوا، كل وحده البري تاعها كل 100000. هذا كامل ليشان وعن قريب ان شاء الله راح يكونوا اسعار خير من ان شاء الله يا ربي. كاين ثاني من هنا هذه باريور سامبل، هذا حتى هذو 100 ولا هذو فيهم 3 بياس و 4 بياس. 3 بياس اللي هما سنسله مناقش وقرمات ولا سنسله مناقش وخاتم كيما 150. كاين 4 بياس يديروا 190 اللي هما سنسله مناقش وقرمات وخاتم. وكاين اللي يختلفوا الاسعار. كاين هذا الباريو ثاني للبنات، بنات صغار في الاصل تما باغ اكزومبل يديروه كادو ولا هذا كادو يسمى كادو. فيه سنسله مع المناقش والبراسلي ولا باك. هذا كومبلي يدير 130. والماتير اللي نخدم بها هو الاسي، اسي انوكسيدابل. هذا 130. لي موتيف مختلفين ولا عندك غير هذا المو؟ زيد نعطيك هذا المو. فيه هكا وفيه هكا. هذو يلبسوهم البنات ما يحولوش الناس. ما يفسخوش. فيه 5 بياس سلسله مع المناقش والبولات ولا خاتم. دوكا نرجعوا للحوايج تاع العرايس اللي هما الحوايج الثقال. نبداو بالمحازم ولا نبداو من ثم؟ معليش كيما تحب انت. نبداو من عندي هذو المسلسل، هذو الحوايج تاع مناسبات. هذو عندنا هذو وكاين هامليك هنا لتحت. هكا بشحال؟ المسايس هذا شوف عندنا صناعة هندية كيما هذا مثلا، هذا كيما راكم تشوفوا هنا تشوفي في التيكي مكتوب ميد ان انديا. لا مارك اللي نخدموها هي ميور مارك اسمها سين جولد. كاين دوزيام شوا اسمها ماكس جولد، هذه احسن ماركة تاع الهند. هكا شحال؟ هكذا 4 ب 180. ما يفسخوش حتى هو. ما يفسخوش، هذا احسن حاجة في المسايس. كاين هكذا مسايس تاع مناسبات لازم تحافظي عليهم، هذوك يديروا 400 ألف. واش هي الطريقه اللي يحافظوا عليها؟ احسن طريقه انهم يبعدوهم على ليميديتي. وتختلف الوسائل، كاين اللي تقول لك تحطوه في القطن والله اللي والله كاين دي ساشي اللي نخدموا بهم كيما هذا الساشي هذا كي تحطي فيه طبالي فيه لي بيجو تاعك ما يفسخوش، ما يفوتش ليميديتي دونك ما يفسخوش. هكذا. هادو المقياس دايرين فيهم بروموسيون لا مارك تاعهم اكس دي، اللي يعرف البلاكيور ويعرف واش معناها اكس دي، معناها حاجه مضمونه وحاجه كارونتي وقريبه بزاف للذهب، في الموديل تاعها قريبه للذهب. عندنا هذا المقياس كله، الشكل اللي تحبيه، السايز اللي تحبيه، كلهم وحده ب 100 وزوج ب 180، معناها زوج فرد ب 180، وحده ب 100، وحده ب 100 تما اللي تدي وين زاد العدد يزيد البونيوس. اوكي كل ما تزيد. والعرايس ثاني عندنا دي كادو كي تفوت 300 عندنا دي كادو العرايس. شكرا. زيد عندنا هكذا بلطه عاملين هكا شحال؟ كيما هذا 120,000، كيما هذا 100,000 الوحدة، كاين هذو 80,000. شوفي هنا اختلاف في الألوان باش نشرحو برك للنساء اللي تقول وحدة تجي تقول لي هذا ذهب، وحدة تجي تقول لي لا لا هذا اللي ذهب. هذا يبان الذهب تاعنا حنا، الذهب اللي في الجزائر التقليدي تاعنا، وهذا الكولار يبان فضة مشلة، والله يبان الذهب تاع السعودية. هذا هو الاختلاف برك، سينو هما في زوجهم يبانو ذهب كيف كيف. هاي في زوج لا لي موديل، هاي كاين هكذا لي موديل والقيس لي سايز يختلفوا فيها. هذوك 100,000 خالتي. كمل معاها هاني من هنا. نزيدو نضموها لي زاكسيسوار تاع العرايس اللي هو الخلخال، وهذه الحاجه التقليديه يعرفوها البنات الكل. هذا الخلخال كاين اللي تلبسو مع كاراكو مع الملحفه، وفيه لي موديل، كاين هذا وكاين هذا الموديل اللي هو تراديسيونال. هذا الموديل تراديسيونال هو المعروف التقليدي تاعنا. كل واحد والبخي تاعو، كل واحد لا 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 الكل كيف كيف، زوج ب 150 هكا. وكاينه مفاجاه في نهايه الفيديو ان شاء الله. اي موديل عجبكم زوج ب 150,000، زويجه ب 150 دارونتي، عاودين دارونتي تما هكا زوج ب 150 تما خوه هذا وخوه هكا زوج ب 150 تما هذا تا هو مع خوه هي زويجه ب 150. فهمتك. اصلا ماذا بيا نعرف بزاف، كاينين نساء بزاف ما يخرجوش، كاينين بزاف نساء ما يعرفوش بالك الحانوت. كاين هذا لي بوك الثاني، هذا منكش تاع العرايس تاع العراس جينيرال، ولبسو نساء العراس، وكاين تاع العرايس. هذا البخي تاعهم بخي تاعهم 50,000 كامل. سلام مرحبا كامل ب 50,000. اي موديل كاين هذا، شوف موجود هذا معروف ياسر. هذا بشحال اخويا؟ هذا 50,000. شوف يسخن معايا عامل بالالوان. كل واحد البري تاعو. كاين تاع الكريستال الاول، هذاك كريستال في الغوج بوردو، هذاك مع الحسك والاجاسه ارجنتي 250، وكاين في النوار ومسامي. بعد يجي هذا العنبر تاعو حر، ريحته عنبر حر 250، كاين في الكولر هذا هكذا 350. عندنا هذا شحال الكبير، هذا في الارجنتين 320، وكاين هذو اللي يتلبسوا مع الملحفه ب 320 وسي. كاين الكبيره تاعها هاي اللي كتدخل خلاص هذيك 420، وكاين كيما هذا اللي يجي مع 500 هذا 380. كاين هذا وسي 340. هذو كل اللي يتلبسوا مع اسمها حاجه تراديسيونال تقليديه. تحكي لي شويه على هذوك. عندنا لي باريو هذو تاع لي سواري، والحاجه ارجنتي قفطان ولا وهراني. عندنا في الارجنتين هامليك نقدموا خدمات البيع والكراء، معناها حتى الكرا إيه الكري ولا طبيعي. الكري تاعهم كاين بارير 5 بياس فيه تاج وسنسله ومناقش وخاتم وبراسلي، كلشي مع بعضها 480. وعندنا البارير اللي فيه التاج والسنسله والمناقش والخلالات، هذا يدير 380. كاين لي بارير اللي فيهم 4 بياس سنسله المناقش الخاتم والقرمات ب 320، كاين 280، كاين 250. هذا الموديل، هذا موديل جديد، هذا يدير على غاب 250 يدير 250. كاين في الدور الثاني كيما هكذا 250 حتى هو 250 مسي. وفيه الموديل تاعو في لارجونتي، خوه بعد في لارجونتي. هذا منه كميه محدوده. عمليك لتحت خلاص. هذو تاع الفتله، هذوك تاع الفتله، هذوك دايرين فيهم بروموسيون. البري تاعهم 4 بياس ب 180000، اللي كانوا يديروا العام اللي فات 4 بياس هكذا ب 320، رديناهم ب 180 السنه كامل لي موديل كامل ب 180. حبيت تدي معاهم التاج اللي يدير وحده ب 80 نحسبوا لك ب 70، تجيك 250 بارير 5 بياس، حاجه مليحه. عندنا المحازم بالنا اللي كنتو تشوفوا فيه. المحازم عندنا هذو اللي لتحت، عامليك اللي لتحت كل ب 200000، هذو كامل ب 200000. المحازم شوفي عندنا فيهم الطابع معناها حاجه غارونتي، وزيد نخدموا لك القيس معناها كي تعود كبيره نقصوا لها ولا عاد صغيره نزيدوا لها تسمى تدي حاجه قيس. عندنا هذو اللي فوق يختلفوا من 280 حتى ل 500، كاين كيما هذو شوفي معايا 280 240 280 هذه 370 هذه 240 هذه 300 300 هذه 200 شوفي هذه 200 حاجه هايله هايله هذه هذه ب 200000. عندنا هكذا 280 كيف كيف، هذه 360، هذه كانت تدير 420 درنا لها بروموسيون 360. متفسخش هذه، متفسخش حاجه كارونتي، كاينه في الاصفر وفي الابيض. البخي كيف كيف البخي كيف كيف 360. بون عندنا هذا هكذا 360، هذه صغيره 240 هكذا 470 كما راكم تشوفوا البخي تاع 500 وين راهم تاع 500 كاين هذا. عندنا جوج خدمات، هذه في الاصفر مع الابيض دوري ارجنتي وكاينه في الارجنتي، هذو ب 500000 هذو ب 500 وهذو زيدي شوفي معايا كاينه هذه 460 الباقي منها كل 360. وكاين الموديل الجديد تاع البرونز هذا، هذا ب 420. السلام عليكم. هذا موديل جديد اللي بارنالو كاين في الاحمر مع الاخضر وكاين اللي في الارجنتي معناها في البيضاء. زيدي معايا شوفي هذا خيط الروح باش نكمل التشكيل، هذا يسموه خيط الروح، كاين في الابيض الاصفر ويجي مع مناقشو. هكذا مع المناقش هكا ب 120 120 مع بعض. عندنا في الكولا هكذا كيف كيف مع مناقشو ب 120، كاين هكذا وسيم مع مناقشو ب 120. هذا خيط الروح 120 زيد تشوفي من هذا. عندك غير هذا الموديل؟ كاين داك عندك شوفي تاج ب 80000. اي تاج اي نوع ولا سا ديبون، كاين الصغار ب 80 والكبار كاين 120 معناها الماكسيموم 120. عندنا هذا البروش كيف كيف كان في الشاوي وفي القبيلي. هنا هما لي زاكسيسوار تاع الشاوي والقبيلي لي باريرهم ليك تاع مناسبات. هادو لي بارير غرازيلا لي هما تقليد على اللي تخدموا لا مارك غرازيلا في الذهب هما نفسهم. كاين ثلاثة دي موديل. عندنا هذو سلاسل تاع التصدير اللي فيهم الاجازه الخمسه. كاين لي ميداي، كاين الكتاب هكذا كيما هذا، والله كتاب كيما هذا تراديسيونيل مكتوب فيه الله. عندنا هذو سلاسل هنا تاع المناسبات حاجه شارجي كيما هذه تلقاها سلسله ولا سلسله مع الكورنات. هذه سلسله وحدها دير 100 ألف، وهذو هنا اللي فوق 120. عندنا ثاني سلاسل تاع اسامي باش نجيبو الترتيب تاعهم. هذا ما يفسخوش، ما يفسخوش. هذا اسي انوكسيدابل تاع الاسماء هكذا. بون عندنا هذا هكا بشحال تاع الاسامي؟ تاع الاسامي 50 ألف. واحد الشهر ان شاء الله نجيبوهم طريقا خلاص طريق يكون مليح. هذا الكرفش والحياسي عندنا فيه دو موديل، هذا 250 وهذا كيف كيف 250. دوكا نرجعو لي بارير تاع المناسبات. هاد لي بارير تقدري تمشيهم في المناسبات، حاجة مطبوعة وكارونتي، البري تاعهم 180 ألف. إن شاء الله لو كان تقدري مع خويا. شوف هنا تقليد على الذهب 100%. كاين خوف الذهب. هكا بشحال؟ هكذا 250، كاين 4 بياس. 3 بياس هادو كلهم 180 ألف. ولي 4 بياس ب 250. هذا 80 ألف ومكتوب فيهم. كاين هذا 80 ألف. هذا 80 ألف. كاين هذا 100 ألف. هذا 80 ألف. هذا الدوبلي. هذا الدوبلي كانوا 150 وديناهم كل 80 ألف. هذا 100 ألف. كاين هذا 600 ألف. هذا ثاني 100 ألف. سلام أخبارك. سلام. هذا اللي تحت 50 ألف، هذا كله 50 جبت. الفيديو نشكركم على المتابعه ونطلب منكم متابعه القناه هذه اللي راهي تمد حوايج ملاح بزاف لولايه تنشله وراهي زياده فينا. بون اللي هذه ريديكسيون للناس اللي متابعه لاشين كي تجي المحل ان شاء الله اللي العنوان تاعو راهو في لاسيتي بوزيد مقابل ديغريساج غورمات. تجي ان شاء الله تقولي لي شفتك يعني شفت الفيديو والله هذا البيبليسيتي في لاشين تاع مينا اش عندك ريديكسيون 15% على اي حاجه تشريها. وهذه هي الهديه اللي قلتها انا في اخر الهديه. شكرا جزيلا تعيش. والعرايس يعني العرايس رانا ندير لهم في الصيف هذا ان شاء الله ريديكسيون على السلعه اللي يشريوها ودي كادو. مرحبا بك ان شاء الله بك ربي يحفظك. شكرا خويا تعيش. مع السلامه.